السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمستشفى الجامعي الجديد اللي راه يعني الاشقاط يعني تقرب انتهت حسب الصور في ولايه غردايا. ان شاء الله المشاريع هذه يعني تكون في كل ولايات الوطن، خاصة الولايات الفتية هذه اللي جديدة اللي استحدثت. اذا شيء ايجابي ويدعم كل الخدمات الصحية ان شاء الله. اترككم مع هذا الفيديو. السلام عليكم.